الإنقلابيون يعرقلون جهود الوساطة في النيجر، تحذيرات من تحلل آلاف الجثث في شوارع الخرطوم، واكتشاف دواء يسمح بالأكل بحرية دون زيادة الوزن. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. بعد رفض قادة الانقلاب في النيجر دخول وفد مشترك من الدول الأفريقية والأمم المتحدة، تجمدت جهود الوساطة في البلاد وسط تصاعد الحديث عن اللجوء إلى القوة. يأتي ذلك بالتزامن مع تحضيرات لقمة جديدة لمجموعة إكواس لمناقشة إمكانية التدخل العسكري. في مقابل، ناشد الحلفاء المجاورون للنيجر والذين يدعمون الانقلاب الأمم المتحدة منع التدخل العسكري، حيث سبق وأن تعهدت مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر إذا تدخلت الكتلة الإقليمية. مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، حذرت منظمة أنقذوا الأطفال الإنسانية من أن تحلل الآلاف من الجثث في الشوارع يهدد بكارثة صحية في العاصمة الخرطوم. المنظمة البريطانية غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم قالت إن آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم على خلفية عدم سعة المشارح من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد من ناحية أخرى. من جانبها، قالت نقابة الأطباء السودانية إنه لم يتبقى أي طاقم طبي في المشارح، حيث تركوا الجثث مكشوفة على حالتها، بينما يشكل عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة معاناة أخرى لعائلات الضحايا. إلى الصين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في العاصمة بكين إلى 33 قتيلاً و18 مفقوداً بعد نحو أسبوعين من أمطار غزيرة قياسية. شيا لين ماو نائب عمدة بكين قال في مؤتمر صحفي إن تلك الحصيلة تقرب من 3 أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون في الأول من أغسطس الجاري. وتعرضت العاصمة الصينية لأمطار غزيرة قياسية في الأسبوعين الأخيرين، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية إضافة إلى جرف مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها. في اكتشاف مثير للاهتمام، توصل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ تتزايد دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك. يأتي هذا الحديث فيما قالت وكالة ناسا إن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبب في تسارع. العلماء اكتشفوا التحول في سرعة دوران المريخ باستخدام بيانات من مسبار إنسايت التابع لناسا، والتي أظهرت أن دوران المريخ يتسارع كل عام بحوالي 4 ملي في الثانية. وفي السياق، قال المؤلف الرئيسي لورقة بحثية توثق النتائج في مجلة نيتشر إن التجربة كانت مجرد غيض من فيض، وإنه لا يزال هناك الكثير لاكتشافه. خبرنا الأخير سيكون ساراً للكثيرين، حيث يعمل فريق حلمي في جامعة تكساس الأمريكية على تطوير الدواء الحلم الذي ينتظره الملايين حول العالم. الدواء المسمى CPACC يحافظ على النحافة بغض النظر عن مقدار ما يتناوله الشخص من طعام أو حتى وجبات سريعة أو سعرات حرارية تزيد من الوزن. وبحسب الفريق العلمي، لن تقف الأمور عند هذا الحد، بل توقعوا أن يزيد الدواء الجديد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويجعله أكثر كفاءة في تكسير السكر والدهون، وفقاً لمجلة سال العلمية. كما يزعم العلماء أن الدواء يقي أيضاً من جميع العواقب الصحية للنظام الغذائي السيء، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والإصابة بسرطان الكبد.